اول شيء بنعمله لنعمل ريزولت بدنا ناخذ كونديسيون او بنسميه دومين دو ديفينيسيون. الدومين دو ديفينيسيون هون بنطلع بقلب اللان شو فيه، يعني لان دو كوا هون عندنا لان دو اكس، هيدي الموان دو برات اللان. انتبهوا لو كانت جوات اللان كان حطها اونت بارونتيز، يعني كان حط لكم اياها هيك. فهمت كيف؟ لو كانت هيك ايه كنا اخذنا كونديسيون اكس موان 2 بلو جران كو 0. بس بما انه مش حاطط هو بارونتيز معناتها عندنا اللان اكس لحالها، يعني ما له علاقه بالهون. ماشي؟ طيب اول شيء الدومين اللي كان عندنا لان دو اكس، يعني اكس دواتات بوزيتيف، يعني حيلا اكس فتطلع معنا لازم تكون بوزيتيف لتكون اكسبتر. بنيجي لنعمل ريزولت لان اكس موان 2 ايجال 0 بتعطينا لان اكس ايجال 2. هلا هون فيكم تحلوها بطريقه ثانيه، او فيكم تحولوا الدو للان، يعني فيكم تقولوا لان اكس. انا امبارح اشتغلت الدو ميثود، والدو تعلمنا نحن راجل بتقول انه شاك نومبر بو سكريو سو لا فورم لان او على بوسونس نومبر. هلا صار عندنا لان ايجال لان، وبالتالي صار عندنا اكس ايجال اكوا، صار فيها تروح اللان اكس ايجال لان. او فيك اوان ديركتومون تقول لانه هي مثل فورمولا عندنا اياها اخذناها امبارح كتبناها، مش موجوده بالكتاب بس كتبنا لكم اياها امبارح. سي لان اكس ايجال ها الو ديركتومون اكس ايجال او على بوسونس هي اصلا هي برهناها من ورا، بس انه تسهيلا للوقت عشان ما يحط التلميذ دو ايتاب في اولى اوان. والار في يكون حيلا بوزيتيف او نيجاتيف مثلا، يعني حتشوف هلا بعد شو حيكون نيجاتيف. لكن لان اكس ايجال 2 معناتها ديركت مون اكس ايجال 2 اوكري. هلا لو اوكري اذا حابب تعرف قد ايه هي فيك تحسبها على الكالكولتر تقيس قد ايه، بتعطيك سيت بالبيور فاو ويك اكسترا، بس انه ما بيهمني اكيد هي بوزيتيف لانه اوكري اكيد ديركت مون بوزيتيف، فبالتالي بتكون احسبها. واضحه بالنسبه للاولى؟ طيب ثاني هون رح احكي عن شغله حسب ما امبارح شفت. هلا ما كانوا كثار من دوفار شي اثنين بس او ثلاثه، يعني هذا بيرجع لكم، بس انه التلميذ بحاجه ليعمل دوفار ليفهم. طيب دو لان اكس بلس سيس ايجال زيرو، اول شيء كونديسيون مضبوط اكس بوزيتيف، يعني هون لان دو اكس سولمون بلس سيس مش تابع على الاكس برات اللان اكس. هون في تلميذ شو عنده؟ فكروا انه نحن دائما اذا عندي ا لان اكس بطلع ال ا لفوق، هلا هي بتزبط بس انه ما كان في لها داعي. التلميذ عنده تلان اكس اوكاري طبقت الفورمولا تبع الدو ال ا لان اكس اخذت دو لفوق صارت لان اكس اوكاري ايجال طبعا موانسيس، وهيدي حطوها لان موانسيس اكيد، وراحت اللان مع اللان فصار عندنا اكس اوكاري ايجال موانسيس. يعني في لفه، يعني اكس ايجال عنده دو فالور اكس. هيك محمد عبد الله بظن اشتغل صح؟ ايه مظبوط. نوع وحده راسين دو موانسيس اللي هي كان هيك كافيه محمد هيدي او موانسيس هي او موان 3، ودائما البيسونس بياخذ نص الاكسبوزون، يعني او موان 3 او اخذ اكس دو ايجال موان راسين، يعني موان او موان 3، والثاني طبعا ارجوكي لانه طبعا الاكس بدها تكون شو؟ بوزيتيف. اوكي وبالتالي بتطلع الاكس ايجال ريموند. طيب هلا هاي مش غلط، بس شفتوا قد ايش اشتغلت فيها. طيب انا هيدي قصه انه بياخذ الدو لفوق، هيدي بستعملها لما بكون مضطر استعملها، انتوا حتشوفوا بعد شوي. لما بكون في عندي فورمولات فيهم لان ا بلس لان بي مثلا، فهمتوا كيف؟ هيدي مش هي الفورمولات تاعيتها لان ا فور اي. طيب انا اوقات شو بيجي بيعمل هو؟ يجي بيزعجني، يجي بيحط هون مثلا دو لمبي، ساعتها ما بقى فيني اطبقها للفورمولا، فلا اضطر اطبقها ساعتها هيدي الدو بدي اضطر شو اعمل فيها؟ بدي اخذها لفوق للاكسبوزون، ساعتها بطبق لانه هون بلس لمبي. فهمتوا كيف؟ يعني بكون مضطر عليها، هون انا مش مضطر عليها، فيني اتركها عادي، يعني جانا حلتها عادي تركتها مش مشكله خلصت. دو لان اكس بلس سيس ايجال زيرو، دو لان اكس ايجال موان سيس، لان اكس ايجال موان 3 خلصت. يعني ديركت ما حصل الفورمول اذا لان اكس ايجال موان 3 يعني اكس ايجال او بوسونس موان 3 بتعمل بالتضييق، يعني خلينا نوفر وقت لشو ليطلع عندي دو فالور وحده اكسب تابل ارجوكي. خلص طلعت هي نفس التابل فرضنا ما بتطلع اصلا هذيك الثانيه. اوكي والاي على بوسونس موان 3 فيكم تحطوها ان سور اي 3 وفيكم تخلوها. هلا انا بس كاول فتره حابب اتركها
بس حولها عفوا كلمات فرجيك من هذا بوزيتيف مش نيجاتيف. يعني ما حدا يفكر الاكسبوزون اذا كان نيجاتيف تكون ريبوسونس نيجاتيف. تكون ريبوسونس ضعيف بوزيتيف بس ضعيف. اوكي؟ فهمتوا؟ يعني هاي الدو والان مثل بعض نفس الفكره نفس البرنسيب. بس الفرق هون حبيت احط على الاكس مضروب بالرقم. عاد الرقم بياخذ التانجنت بقسم فيه عادي بيطلع موسيس والدو مضروب. كومبري؟ بارتي 3 انا ما كنت معطيكم اياها اللي فيها لان اوكاري لانه ما كنا حلين عليها مع انه هي مش صعبه يعني. فيكم تطلعوا عليها اذا بدكم فينا نحلها هلا هيك معلش يعني مانا هلا صعبه بس اللي بعدها مش رح حلها هلا. اللي بعدها فيها ايكوسيرفس هون بقول لك فيها شغله. بارتي 3 هيدي اول شيء لقلكم شغله لنتفق على شغله. بدناش نضيع بين لان اوكاري اكس ولان اكس اوكاري. اسمعوا لان اكس اوكاري هاي بتساوي دولان اكس. هاي المقصود فيها هاي المقصود فيها لان دو اكس اوكاري كلها. بينما اللي كتبها انا هون هلا لان كاري اكس ما لها علاقه نهائيا بهاي. هاي اللي المقصود فيها لان اكس انتر بارانتيز كلها اوكاري. فما حصلوا ببعض يعني هاي المقصود فيها لان اكس فوالان اكس هاي المقصود فيها لان دو اكس فوالان. فهولي ديفيرون ببعض غير عليهم بعض. ليه عم بقول هيك؟ كرمال هولي ما حدا يجي يفكر الدو بنزلها لتحت. هاي الدو ما بتنزل لتحت، انت بتنزل لتحت اذا كانت بقلب البيسونس جوا هون. يعني اذا عندي لان دو اكس اوكاري بتصير دو لان اكس. بس لان اوكاري اكس المقصود فيها لان دو اكس كلها اوكاري. فما لها علاقه. فهيدي شو معناتها؟ اول شيء طبعا الاكس بوزيتيف لانه موجود بقلب اللان. هون اذا لان اكس اوكاري ايجال اه يعني يا لان اكس ايجال اه يا لان اكس ايجال مو اه. يعني هي هاي البويسونس اوكاري ايجال اه. بس بدل ما تكون اكس شو كانت؟ لان اكس. فاذا لان اكس اوكاري ايجال اه يعني يا لان اكس ايجال اه يا لان اكس ايجال مو اه ولا بتحلها. بتطلع يا الاكس ايجال او على بويسونس اه يعني او يا الاكس ايجال او على بويسونس مو اه. اثنيناتهم على سيكتار. لان الدايت اوف هيدي هيك خليناها ببلاش. بس حبيت احطها هيك كرمال ما حدا يفكر انه هيدي الدور بتنزل لتحت يعني بتصير دولا نيكس غلط. اوكي؟ هيدي هلا ما كان عندنا الفوار خلينا مش مشكلة. بارتي 4 رح اتركها لانه هيدي لها طريقة معينة ما بدي هلا ضيع وقت عليها، حروح اوام للسنك. طيب السنك كان عندكم مين؟ اوكي ما بعرف اذا بدكم بعض زوم صارت اوضح. لكن لان دو اكس بلس دو هون بلشنا هلا الفورمولات تبع هولي لان ا بلس لان بي ولان ا موان لان بي وقصص هيك. لان دو اكس بلس دو هون حطينا اكس بلس دو اونتر بارانتيز بلس لان اكس ايجال لان تر واحد كلهم فيهم يعني. اول شيء كونديسيون في عندي اثنين كونديسيون في عندي اكس بلس دو دواتات بوزيتيف اوكي واكس كمان بقى تكون بوزيتيف لانه في عندي اثنين لان هون لان دو اكس بلس دو هون لان دو بار دو اكس كل وحده من هول لازم تكون بوزيتيف يعني لازم تكون الاكس بلي جرون كو 1 2 اكس بلي جرون كو 0 او الاثنين بيعطوني اكس بلي جرون كو 0 هلا برجع بشرح لكم اللي هيدي ما راح يفهمها بسرعه في يعمل هو ليه بدنومر قدام يعني في حط هون 1 2 اكس بدها تكون اكبر من 1 2 وفي حط الزيرو اللي هي بعد 1 2 اكيد والاكس بدها تكون اكبر كمان من 0 بشوف وين التقوا الخطين هون يعني بدها تكون الاكس شو بجرون كزر وفي اذا بده ما يحط لها يعني اذا هو عمل لينو درامر خلينا نشوفه هيك في هيدي يستغني عنها في ما يكتبها خلص انه بصير هون السوليوشن شايفها انا على اسمي يعني بصير هو عم يفرجيني هلا انه كل اكس هون هي بتكون اكسبتبل بس بيعرف لحاله اوكي بس انا علمتكم اياها امبارح اذا اثنيناتهم كانوا الانكواسيون اكبر اكبر باكبر بتاخذوا دائما اكبر من الكبير بيناتهم اللي هي اكيد مين هون الزيرو فهول الاثنين بيعطوني اكس بوزيتيف يعني ليك مجرد ما اكس بوزيتيف طبيعي تكون اكبر من 1 2 فهمتوا كيف؟ فطبيعي انك هذا فرض مره كونفرسيون وحده شو؟ اكس بلي جرون كو 1 هيدي بعد ما بلشنا نحن بس عم ياخذ دومين يعني في تلاميذ بفكروا انه اشتغلوا هون خلص خلص السؤال بعرف عملت شيء انت هلا حتبلش تشتغل انت هون بس كنت عم تاخذ كونفرسيون كرمال الاكس اللي بدها تطلع معك هلا لازم تكون لتكون اكسبتابل لازم تكون شو؟ بوزيتيف فتشوف هلا هون في وحده رجعت لها هون لان ا بلس لان بي ايجال لان تروا بتذكر هون انا انه لان ا بلس لان بي هي فورمولا لمين؟ للان دو ا فور بي فبحط لان ا فور بي حطيت الاكس قبل اكيد يعني لان دو كواد الاكس فاكتور اكس بلس دو ايجال لان دو تروا طيب عندنا فورمول بتقول ثاني انه سي لان ا ايجال لان بي بتروح اللان مع اللان فصارت الا
اللي هي هون اكس فاكتور اكس بلس 2 ايجال دي اللي هي 4. واضحه يا النقله هون شو صار؟ في عندنا مرحلتين، اول مرحله حولنا لان ا بلس لان بي لان دو ا فور بي، وثاني مرحله انتقلنا من لان ا ايجال لان بي لا ايجال بي. هلا هون خلص صار هذا ايكواسيون شغل، ما عادش قسم الدغري. هلا هون بتعملوا ديفلوبمون وتصير اكس اوكاري بلس دوز اكس، وبجيب التروال عندي مو تروال ايجال زيرو. هاي بتحلوها دفري لحل تلاتيس. رح تعطيكم دور السين، وحده ا وحده مو تروال، المو تروال ار جي بي ما فيني اخذها المو تروال، هي نفس الفكره. فهمتوا؟ لأن المونتر 1 نيجاتيف ما فيك تحطها أصلا هون. بتصير عندك هون لان دو موان 1 وهون لان دو مونتر 1 امبوسيبل. الوحيدة اللي هي اكسبتابل هي مين؟ هي يعني. طبعا اللي بحب يتأكد، ما بعرف امبارح كيف بدا الموضوع، اللي بحب يتأكد فيه يرجع للإيكواسيون ويعوض، يعني هلا فينا نرجع لمونتر 1 حط لحد اكس 1. شو صار عندكم هون؟ لان دو 1 بلس 2 يعني لان دو 3 بلس لان دو 1، لان دو 1 هي 0 أصلا، فلان 3 إيكال لان 3. فهمتوا كيف؟ هيك بتاكد مليون بالمية انه شغلي صح. لكن استعملنا هون لان ا بلس لان بي، ورجعنا استعملنا طبعا الراكب الاساسية، يعني لايكو دائما بلفوا الدور انا بالايكواسيون بالريزولوسيون، دائما في عندي فورمولا سي عم شغلها هي انه سي لان ا ايجال لان بي، بتروح اللان مع اللان فبصير ا ايجال اقوى ايجال أقوى. بس هلا ابتداء من البارتي 5 اللي كان عندكم اياه هون، لتوصل لهي المرحلة بدك تشتغل بفورمولات ثانيين اللي هن لان ا بلس لان بي لان ا موان لان بي والبويسونس. انا دخلكم كل هيك. لهون في سؤال؟ كل شيء تمام لعند البارتي 5؟ بنروح للبارتي 6. بارتي 6 بدنا ننتبه للفورمولات هاي. هلا لان ا موان لان بي يا جماعه، موان لان بي مش بلس، فلان موالان هي لان للفراكسيون مش لان للبرودوي، مش كلنا الفورمولات لان للبرودوي، بدنا ننتبه ما تغلطوش هيك اغلاط. خلينا اول شيء نبلش بالكونديسيون. الكونديسيون هون هي انه عندي صح عندي ثلاثه لان، بس في وحده منهم هي لان دو ما بدها كونديسيون، يعني دو توجور قصدي. هون في عندي دو كونديسيون، دو اكس مو ان بوزيتيف و 3 مو اكس بوزيتيف، يعني بيعطيكم اكس بلو كرون كو ان دومي، وكل ما تكون الاكس بس دو دو موان بتصير اكس انفيريور، بتقلب السي. هلا فيك تعمل لها ريزود غير هيك، بتصير موان اكس اكبر من موان تروا، يعني اكس اصغر من تروا، بس نحن خلص صرنا ترمينال، يعني بظن هي القصص صارت واضحه عندكم انه الاكبر امتى بصير اصغر؟ لما بتكون الاكس بس دو دو موان. وهون بناخذ الرسين تبعها، الرسين تبعها لهون بتسفل تروا موان اكس على تروا. المهم طلع عندكم اكس بدها تكون بنفس الوقت اكبر من اند مين واصغر من مين؟ من تروا. شو قلت لكم امبارح انا؟ اذا طلعت الاكس اكبر من فالور وبنفس الوقت اصغر من فالور اكبر منها، يعني صارت الاكس بينهم. يلي ما بده يحفظ هالشيء في يعمل كمان بدهم طريقته ولا هي منك، يعني ما بياخذ وقت. انا صراحه ما حطيته بس كرمال بده ياخذ انا معي وقت شغلي، انا وعم برسم يعني عم بطبعهم، بس انه بالامتحان ما بتاخذ منك وقت. هاي الاكس بلي جرون في عند مين؟ وبنفس الوقت طبعا بتحطهم للارقام بالترتيب، انه عندي مين اصغر من تروا واكس اصغر من تروا، اصغر يعني لهذيك الجهه. طيب هون السولوشن فيك ما تكتب حتى السولوشن هي خليها هيك خلص، معناتها انت هلا اي فالور حتطلع معك بتحط حدا اكسبتابل لازم تكون اون بريزرف ريدو سانك تروا، هي اون قد مين يعني، يا بتحطوا هاي اوائل دايركت مون، يا بتعملوا ريدو درون بهذا الشكل. انا ساعتها معناتها تكون عرفت انه انت فهمت تاخذ كونديسيون. واضح؟ طيب هيدي بالنسبه للكونديسيون، هيدي اهميتها لكان بس انه خيال الله اكس بدنا نلاقيها، لانه هون طالما في ايجال معناتها لازم يطلع عندي اكس ايجال هيك شيء. خيال الله اكس بدي الاقيها لازم تكون اونتر اند مي اتر وان. لنشوف. هون بننطلق نرجع للايكواسيون، نرجع نكتبها من جديد. بدنا نبلش نفكر. طيب اول شيء برتاح نفسيا انه في لان بثلاث محلات، لان بلان بلان. بس هلا هون بدي اياه لان تكون، يعني انا هون هدفي اوصل للان ا ايجال لان بي. طيب من ثاني ميله في عندي لان بي ما عندي مشكله، يعني هاي محلوله. بس المشكله هون هيدي معناتها انا بدي افكر حولها للان وحده. بس عم فكر عم بقول لكم كيف نفكر احنا كتلاميذ لنصير سريعين. طيب بيجي بقول هل في عندي فورمولا تقدر تخلي لان موالان ايجال لان وحده؟ في عندي فورمولا هي لان ا موان لان بي. نحن اذا بنرجع للفورمولات
لان اه موانا بي هي لان دو كوا دو اه سور بي مش اه فوا بي. اوكي هذيك اللان اه فوا بي هي لان اه بلس لان بي اللي حليناها من شوي. هيدي لان اه موانا بي هي لان دو كوا دو اه سور. هلا صار عندنا هون دوز اكس مون اه سور دو هون بتروح مون اكس بتروح اللان معنا. اوكي بتطلع اصلا اه يعني لو حطينا لان اه وكاريه لو ضاربين من بعض يعني لا هلا كانت طلعوا دو فاكتور مش مشكله بس غلط. وتحط هيدي لام 2x مو ا ديفيزي بار 2 مش ملتبلي بار 2 لان هون في مو مش بلس ايجال لام بر 1 مون اكس بتروح اللام مع اللام فصار عندنا 2x مو ا سور 2 ايجال بر 1 مون اكس. هون فينا نعمل مويان مويان اكس تام بار اكس تام بتطلع عندنا 2x مو ا ايجال 6 مو 2x بتطلع اخر شيء اكس ايجال 7 سور 13. 7 سور 4 اذا بتحسبوها بتطلع تقريبا 1.7 او شيء يعني انفر بيل شيء انفر بيل احسب تراب لا موجود هون في المكان ست ستات موجود هون هي يعني احسب تراب طلع عندنا سوليسيون وحده ما طلع بروحي انا رجعت اصلا ماشي يعني اوقات اللي نقام وانا بي اهيا هيدي ما طلع ايكواسيون سكوند جري اصلا هذيك اللي قبلها كانت ايكواسيون سكوند جري فيها شغل اكثر اوكي لكن لهلا فرجيناك على لان اه بلس لان بي وفرجيناك على مين على لان اه موان لان بي بعد في تعيد البوسونس ما استعملناها هلا حنستعمل اوكي بارتي 7 هاي اللي انتم شايفين اخر بوابه اوكي نحن رويتنا كان مطلوب خلينا نسال 2 لان اكس مون 3 موان لان اكس بلس 1 ايجال لان 2 ضعنا بالايكواسيونات هون كمان الكونديسيون شو هن؟ كمان في عندنا دو كونديسيون، عندنا اكس موان 3 بوزيتيف واكس بلس 1 بوزيتيف. يعني اكس بتطلع في جرون 3 واكس بتطلع في جرون 3 في موان 1 هول الاثنين بيعطوني اكس في جرون 3. هلا لكم شغله هي فكره الكونديسيون بس كرمال تحت تعرف لي اذا اكسبتابل او مش اكسبتابل. يلي ما بيعرف يعمل ريزود لاين اكواسيون يمكن تلميذ هلا بيستحي يقول لي انه انا صف ترمينال انه استاذ ما بعرف انا رازوك فيكم تخلوا هذا السيستم بس يعني انت بس بيكفي تعرف من هالسنه انه كل شيء بقلب اللان بتاخذه بوزيتيف يعني اكس مون تو بوزيتيف واكس بلس 1 بوزيتيف منيح فيك خليه خلص وقف هون بس ساعتها كل اكس بار بتطلع معها تحت بدك تجربها بكل وحده من الايكواسيونات لتطلع بالخير يعني مثلا هون في وحده من السوليسيون شو طلعت معنا؟ انا كاتب هون ارجوتي هلا بتعرف لان طيب انت شو بتعمل؟ حط الان بقيمتها هون بالثاني بتطلع ان بلس ان 2 بوزيتيف ما في مشكله بس هون ان 1 3 شو بيطلع؟ 1 2 1 2 منه بوزيتيف فهي ارجوتي بينما الثاني طلع معي 7 هلا حنشوف كيف طلعوا هون 7 1 3 4 بوزيتيف فبري و7 بلس 1 8 بوزيتيف فبري طلع الموضوع وانت مش مضطر تفرجيني عليهم لهول انت هول لك انت بس عليك تحط الكونديسيون وتحط هون اذا اكسبتابل او ريجكتد انا مش طالب منك اكثر من هيك يعني هول الدو ايتاب اذا انت ما لك خلق تعملهم ما تعملهم بس بدك تقول لي اذا اكسبتابل او ريجكتد ولكن صح فهمتوا كيف؟ يعني عم نسهل عليكم شغل هيدي عم بقولها كرمال التلميذ يلي عنده مشاكل كان بالريزولوسيون لان اكواسيون ما فيش داعي تعمل ريزول ساعتها كل فالور بتجربها بتبين اذا هي اكسبتابل او لا اوكي؟ طيب هلا حنبلش عندي هالاكواسيون هون يا محمد هون مضطر تدخل الدو لفوق ليه؟ لانه مبين شكلها هي بيشبه اي فورمول هون في موالن هون في كمان لن بس بيجي بقول لحالي لو ما فيها الدو هون كان مش الحال يعني هون يعني المشكله وين عندي اياها بهذا الموقف يعني بيجي بقول لو في طريقه اخفي هيدي الدو صار شكلها هيدي لن اه موالن بيه بيمشي الحال ما في تخفيها طب بس في عندها راجل هيدي شو هي؟ نحن بنعرف انه ان اذا الان لا مضروب بلان للا فين الان طلع على وين اكسبوزون وبالتالي بتصير لان على بوزيسيونس هون يا محمد انا مضطر اعمل هيك كرمال هيك تطلع من شوي اللي انت اللي عملتها ما كنا مضطرين عليها لانه كان بس في لان اكس ما كان في عندي لان ا ولان بي اوكي ما كنا مضطرين عليها هون مضطر عليها فشو بعمل؟ لان دو اكس مون 3 اوكي يعني هلا صار عندكم لان لهيدا اذا حابين نحط كروشيه هون جوا ما عاد يجي يعني هذا الا كله هلا صار
فهمتوا؟ يعني الدول اللي كانت برا شو عملنا فيها؟ حطيناها فوق اكسبوزون، هي فورمولا في النهايه هي فعلان اقرب سونسان هي ان ام ار موال ان بي ايجال ان بي. هلا صار فينا نستعمل راجل لان ار موال ان بي اللي استعملناها فوق. لان ار موال ان بي كمان يا جماعه هي لاندو ار سور بي، مش لاندو ار فور بي. اوكي؟ لاندو ار سور بي. الار هون هي اكس مون تروا او كاري والبي هي اكس بيسان، بتحطوا اونتر كروشيه ما في مشكله. شو بنخلوه؟ ما عندي مشكله. لان هيدي الار كلها وهيدي البي ايجال لان. بتروح اللان مع اللان، نحن دائما اذا عم بتلاحظوا هدفنا نوصل للان ار ايجال لان بي. بس نوصل لهون بيمشي الحال. اوكي؟ بتروح ساعتها اللان مع اللان بيمشي الحال. هلا هون هي عم بتروح اللان شو عملت؟ عملت رزوق. يعني بلاش نعمل ديفلوبمون اصلا. x مون 3 او قد من كلها ديفلوبمون طلعت x موان 6 x بلس 9 سيور x بلس 1 ايجال اقوى ايجال اقوى. راحت اللان مع اللان، يعني هيدي اللان راحت مع هاي اللان فصارت هاي اللي جوا بتساوي دول، ورجعت عملتها مويانه مويانه اكسترام بار اكسترام بيطلع عندك ايكواسيون لسكوند دوغري بهذا الشكل. الكل لازم يطلع عنده نفس الايكواسيون او الاوبوزي لها، بلكي تلميذ عمل مويان بالعكس، يعني ممكن تطلع عند تلميذ ثاني هيدي موان اكس او كاري بلس ويت اكس موان 7 ما في مشكله بيطلعوا نفس الرسم. ساعتها الدو راسين حتشوفوا طلعت وحده ان وحده سات. في عالم بتفكر انه كل شيء بوزيتيف اكسبتابل وكل شيء نيجاتيف ار جي، هيدا دليل انه هذا الحكي مش صحيح. يعني ما حدا يفكر هيك، هيدي قصه من هيدا بوزيتيف نيجاتيف. كيف بعرف انا اذا ار جي ولا اكسبتابل؟ برجع للكونديشن. يا بترجع لهون اللي انت عملتها اخر شيء، يعني بتطلع معك الكونديشن النهائيه اكس بلو جران بلو كوال لازم تكون كتروا. الان هل هي اكبر من تروا؟ لا. انت كيف؟ وبالتالي هي ان اكسبتابل. والاكس دو ايجال سات، سات اكسبتابل لنقطه تروا. او اذا ما مثل قلت لك هلا، اذا ما حابب تعمل هذا الشغل فيك ترجع تعوض الان بمتى؟ بالدوز ايكواسيون، مش بوحده باثنين، لازم تكون فيريفي الاثنين بنفس الوقت. اذا طلعت باثنين بوزيتيف ما في مشكله. اذا طلعت بوحده منهم نيجاتيف يعني صارت نيجاتيف، هون بتطلع بالاولى نيجاتيف هي. ام 1 تروا نيجاتيف هنا. اذا مش حابب تعمل انت هون ريزولوشن. اوكي؟ فالوحيد الاكسبتابل هي مين هون؟ هي السات. كمان اللي بحب يتاكد شو في يعمل مثل ما قلنا من شوي، في يرجع ياخذ السات ويحطها هون بهي الايكواسيون. دائما هون اتاكد منه بس. شو بصير؟ بتصير دو لان سات موان تروا قد ايه؟ 4 موان لان سات بلس 1 8. لازم يطلع هيدا لان 2. ها؟ شوفوا كيف حضر هنا هيك طريقة حلوة. طيب الدو مش فينا نحطها نحن هون اكسبوزون؟ يعني بتصير لان دو كوا 4 اوكاري يعني قد ايه؟ يعني ساز. لان ساز موان لان وين؟ استعملوا هلا الفورمولا تبع لان ار موان لان بي بتطلع لان ار سور بي يعني قد ايه؟ ساز سور ويت. ساز سور ويت قد ايه؟ قال اقوم بها لان بي. ويلي بده فيه استعملها كالباتريس يعني اذا بده. يعني فيك بس الكالكوليتس تعطيك ديسيمال، يعني فيك تحسب دو لان 4 موان لان ويت من جهه بيطلع عندك رقم تحفظه انت، وترجع تحسب لان دو من جهه بيطلع نفس الجواب. اوكي؟ يعني دائما الفيريفيكاسيون مهمه بالريزولوشن، كل ايكواسيون بتحلوها اذا بقي عندك شويه وقت اعمل لها فيريفيكاسيون، رجع للايكواسيون الاصليه الاساسيه لتتاكد من شغلك كله صح. بينما الان غلط اكيد لانه مجرد ما تعوضها هون للان حيصير عندك لان دو ان موان 3 ان موان 3 هي نيجاتيف. ما في لاندا هون بالنيجاتيف اصلا الكالكوليتر بتعطيك اياها. اتفقنا؟ مش الحال بالنسبه للايكواسيونات. طيب هلا الايكواسيون حنرجع نستكملهم نحن بعدين لانه هلا ما عادش بدهم معنا، مش حتاخرهم لانه ما كثير اشتغل امبارح، انا عم بشتغل فيها خلص الوقت والباقيين كلهم الايكواسيون. اوكي؟ وفي كمان شيء مثل الايكواسيون بالسكوند دوغري بديش اعلمكم اياها ودخلها بالامتحان وتضيعوا، اللي هي الباركي كاتش. بالاكزامبل امبارح كانت بارتي معينه ما خليناها كمان. انا الفيش تعيت امبارح بعثت لكم اياها شيء؟ ما بعثت صح بي دي اف؟ اللي امبارح شرحناهم. لا ما بعثتها. باسيون. طيب هلا بعثها مش مشكله، بعثها معي. طيب هيدي اللي عم نحكي. هيدي مهمة كثير. لان كاري اكس موان 4 لان اكس بلس 3 هيدي بتشوف انه بتشبه ايكواسيون سكوند دوغري. فبنيجي بنعمل شانجمون دو فاريابل من اول شيء طبعا في كونديسيون اكس صغيره بوستيف. نجي بناخذ سوا جران اكس ايجال لان اكس او سوا تي ايجال لان اكس اللي بدك اياه. تعمل شانجمون دو بتحطه محل لان اكس اكس بتصير اكس اوكاري موان 4 اكس بلس 3 ايجال 0.
صارت ايكواسيون سكون دوغري، بتحلها تطلع وحده ان وحده تروى. من هي الان؟ هي اللاندكس، هي الجران اكس بتساوي لاندكس. ترجع بتحط بتستبدل الجران اكس باللاندكس، تطلع وحده لان اكس قال ان يعني اكس قال او، او وحده لان اكس قال تروى تطلع اكس قال او. يعني بيطلع عندنا دو سوليسيون، وحده او وحده ار. هلا هيدي بديش فوت فيها، بعدين بقدر تشتغل فيها بنحكي عنها ما في مشكله. هلا بس مطلوب منكم انتم للتست تركزوا لي، عشان هيك ما حبيت حلها اوليك الزين عشان ما تضيعوا. كل شيء خاصه بايكواسيونات حليناهم امبارح، مش ان ايكواسيون اوكي، واللي حليناهم اليوم تحديدا 1 2 3 5 6 7 اوكي. 1 2 3 5 6 7 هول بارتيات اللي اشتغلناهم بال 1 2 حتى 6 3 لا مش حيجيكم شيء اخر. 1 2 5 6 7 مع الثلاثه اللي حليناهم امبارح او الاربعه اللي حليناهم امبارح حوالي 10 بارتيات، حوالي حيجيكم سؤال هيك صغير عليهم بس رزول مثل هو، مع طبعا هداك الدرس اوكي. تدرسوا له منيح، عندكم وقت كافي ما تعتبر ماشي، واذا حدا بده اي شيء يحكي لي اوكي. كم عشتي اوكي استنى خلص نقوم بركيه.